فضيلة الشيخ، يقول السائل: نومي ثقيل وكل يوم أو يومين أنام عن الفجر ولا أستطيع القيام إلا بعد خروج الوقت، هل أعتبر كمن تركها عمدا إذا تكرر ذلك بشكل دائم؟ إن كان هذا النوم لمرض يعتريك، إن كان إنه لمرض يعتريك فأنت معذور، أما إن كان هذا النوم نتيجة كسل أو أنك تسهر بالليل، وكثير من الناس الآن يسهرون على الفضائيات وعلى أو على اللعب، يسهرون اتخذوا الليل نهارا الآن، فهذا لا يعفيك وليس عذرا، ليس هذا عذر لك، عليك أن تتقي الله وأن تنام مبكرا وأن تحرص على القيام وتوصي من يوقظك أو تعمل عندك منبها في الساعة ينبهك للصلاة. إذا كان هذا ما هو نتيجة مرض وإنما هو نتيجة ثقل النوم، هذا ما هو عذر، ثقل النوم لأنك مصيف بالنوم تأخر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث، كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها، لأن الحديث بعدها بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه سيقوم آخر الليل ويتهجد فهو ينام علشان يقوم، وأيضا ختام الأعمال يكون خاتمة أعمال النهار الصلاة، فينام مباشرة بعد الصلاة ولا يأتي بعدها شيء ينقض هذه الخاتمة الطيبة. فعلى كل حال عليك بعمل الأسباب الموقظة ولا تستمر وتقول أنا ثقيل النوم، هذا ما هو عذر. نعم.